نبحث عنهم ونحاول نضبط الاشخاص المروجين. مع الشكر اشد سعه. اثناء مباشره دوريات الامن لمهامها جنوب مدينه الرياض، ضبطت احد الاشخاص بحوزه 24 قاروره من الخمر المصنع جاهزه للترويج، وتبين ان مواطن في العقد الرابع من العمر. قبضت دوريات الامن ايضا على 3 اشخاص بعد الاشتباه بهم، وتبين حيازتهم على صندوق كامل من الذخيره الحيه ومبلغ مالي مجهول مصدر قدره 10500 ريال. كما ضبطت دوريات الأمن مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية يدير مصنع يحتوي على عدد 32 برميل وما يقارب 20 قارورة جميعها مملوءة بمادة الخمر المصنع وأدوات تصنيعه.